MDJS, faire gagner le sport. متابعي موقع لو ماتان سبور، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الاخباري اليومي غيتاك سبور. والبدايه كما عودناكم دائما غادي تكون مع اهم العناوين. الرجاء يعلن كسب نزاعه امام لاعبه السابق اكسيل مايي. الشعباني يقول كنا قادرين على اضافه اهداف اخرى لكن الاهم هو الفوز. غياب جماهير الجيش الملكي عن مباراه ربع نهائي كاس العرش. حيمود يرفض تجديد عقده رفقه الوداد. ونصيري مهدد بالايقاف في الدوري الاسباني. الى التفاصيل. أعلن فريق الرجاء الرياضي عبر بلاغ نشره على صفحته الرسمية على الفيسبوك عن كسب نزاعه أمام لاعب السابق أكسيل مايي بعد ملجأ هذا الأخير إلى محكمة التحكيم والنزاعات الدولية للمطالبة بتعويض مالي. وجاء في بلاغ رسمي للفريق الأخضر يعلن الرجاء لعموم جماهيره والرأي العام الرياضي أن محكمة التحكيم والمنازعات الدولية قد أنصفت النادي فيما يتعلق بالشكاية التي رفعها اللاعب السابق أكسيل مايي والذي كان يطالب بتعويض مالي قدره 1,100,000 سنتيم، حيث أقرت المحكمة بعدم صدقية هذه الدعوة. وتجدر الإشارة إلى أن المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي قد سوى ملف اللاعب بعد مد بمستحقاته القانونية التي حددت في مبلغ 80,000,000 سنتيم. عبر معين الشعباني مدرب فريق نهضة بركان لكرة القدم عن رضاه بعد فوز الفريق البرتقالي أمس الأحد على نظير الزمالك المصري برسم ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بهدفين لهدف، حيث قال نهضة بركان كان قادرا على تسجيل أكثر من هدفين في الشوط الأول وأنا راض عن الأداء أمام خصم قوي وجيد، وأضاف في نهاية هذه النتيجة يمكن أن تخدم الفريقين والأهم أن فريقي فاز بالمباراة. أعلن فريق أولمبيك تشيرا عدم تخصيص أي تذاكر لجمهور فريق الجيش الملكي خلال المباراة اللي غادي تجمع الفريقين الأربعاء برسم ربع نهائي كأس العرش. وأكد فريق أولمبيك تشيرا من خلال بلاغ نشره على مواقع التواصل أن هذا القرار جاء استنادا على منع التنقل الذي اتخذته السلطات الأمنية. ويذكر أن المباراة غادي تجرى بعد غد الأربعاء على الساعة 5 عصرا بملعب أدرار بأكادير. أرفض عبد الله حيمود لاعب فريق الوداد الرياضي تجديد عقد رفقة الفريق الأحمر والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. وأفادت صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية وجود محادثات بين اللاعب وفريق أونجي الفرنسي في انتظار ما ستسفر عنها الأيام المقبلة. والختام مع أخبار المحترفين المغاربة. وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن يوسف النصيري قد يتعرض لعقوبة الإيقاف من 4 إلى 12 مباراة مع غرامة مالية حال تطبيق المادة 106 من القانون التأديبي للاتحاد الإسباني، وذلك بعدما هاجم النصيري حكم مباراة فريقه إشبيليا ضد فياريال يوم السبت الماضي، حيث قال النصيري بعد المباراة كان على الحكم أن يدير اللقاء بشكل جيد وألا يتحيز للخصم. الهدف الأخير لفياريال كان يجب احتسابه خطأ لصالحنا. وذكر أن إشبيليا خسر المباراة ضد فياريال بثلاثة أهداف لهدفين. وبهكذا مشاهدينا كنكون وصلنا لنهاية أخبارنا اليوم. إلى اللقاء. MDJS, faire gagner le sport.